الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلاب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير جدا وعلى برنامج جديد اسمه سمارت نوت بوك، تحليل بسيط عن توازن الطلب والعرض، عن كميات مطلوبة لدينا الآن. جدول هذا الآن P هو السعر 10 12 16 20، وهكذا إلى أن ننتهي بالسعر 30. كانت الكميات المطلوبة مقابل كل سعر 192 80، وهكذا إلى أن ننتهي 1. فلاحظوا هنا قائمة الأسعار ترتفع، هذه الأسعار، لكن قائمة الكميات المطلوبة تنخفض، لأن العلاقة بين الكمية المطلوبة والسعر علاقة عكسية، كلما ارتفع السعر انخفض الكمية المطلوبة. مقابل ذلك الآن الكمية المعروضة quantity supplied، هذه كلما ارتفع السعر ارتفعت الكميات المعروضة. وبالتالي لدينا الآن جدول طلب وعرض، يعني كمية أسعار، كميات مطلوبة وكميات معروضة. نريد أن نصل إلى بعض الحقائق البسيطة عن التوازن. الآن أريد أن هنا أختار هذا اللون البسيط الأزرق وأضلل هنا، لاحظوا لي هنا 21 هو السعر الذي يجعل الكمية المطلوبة مساوية للكمية المعروضة. وبالتالي هنا الآن هذه الأسعار هنا 20 16 12 10 أقل من السعر التوازني، في حين بأن الأسعار 22 25 26 28 أعلى من السعر التوازني. وبالتالي نستطيع أن نستنتج يعني عن التوازن وما شابه التوازن. الآن سأبدأ بالرسم البياني، اختار هذا اللون الأسود وأضع هنا على المحور الأفقي اللي هو الكميات المطلوبة والمعروضة، وعلى المحور العمودي هو السعر، السلعة المطلوبة والمعروضة. والآن هذا عندي منحنى الطلب، وسأختار يعني تسميته كما هنا اللي هو demand، عفوا demand، هذا demand curve، بصغره شوية إلى الحجم 16 أو 18. وهنا الآن سآتي وأرسم منحنى العرض هنا على سبيل المثال، وأسميه هكذا. الآن هذا السبلاي، بقلل كذلك الأمر الحرف إلى مثلا 18 حتكون واضح. والآن لدينا كما ترون تقاطع منحنى الطلب ومنحنى العرض، طبعا مقابل السعر 21. الآن سأبين هنا 21 مقابل الكمية التوازنية اللي هي الكميات التي اشتراها المستهلكون عند السعر 21، والكميات التي باعها المنتجون أو العارضون مقابل السعر 21. فدعنا الآن أستخدم هذا الخط المتقطع هنا وأبين بكل بساطة على سبيل المثال هكذا ثم هكذا، حتى عفوا يعني أبين أنه السعر تقريبا هنا. فهذا هنا الآن اللي هو 21 21، صغره حتى يكون واضح 18 كذلك الأمر، بقربه إلى هنا. وعندي الكمية، طبعا هنا هذا السعر التوازني، أما الكمية التوازنية فهي الكمية 50 كما ذكرنا قبل قليل. وبالتالي الآن عندي الكميات المطلوبة المعروضة تساوت، اللي هي 50 وحدة تم بيعها وشراءها في السوق مقابل السعر 21. هذا الآن أي سعر أقل من، لنفترض أنه على سبيل المثال اخترنا، دعنا أستخدم القلم هنا، هذا القلم العادي يعني. الآن سأختار فقط يعني أني أوضح هذه الصورة المهمة جدا هنا. لاحظوا لي التوازن هنا في هذه الرسمة مهم جدا، تركزوا عليها أحبة الطلاب والمتابعين. إنه الآن لدينا كميات مطلوبة معروضة هنا على المحور الأفقي، وأسعار الكميات المطلوبة معروضة، فتقاطع منحنى الطلب مع منحنى عند هذه النقطة، وبالتالي أدت إلى إنه حدوث أو تبلور في يعني عندما تفاعلت قوى الطلب والعرض
كانت الكميات المطلوبة المعروض تساوي 50 مقابل السعر 21. أرجع إلى هنا الآن، والآن لنفترض على سبيل المثال بأن السعر كان 22، خلنا نختار هذا الرقم بعد إذنكم، هذا الرقم 22 هو هذا اللي كان فرضت الحكومة أو لأي سبب من السبب يعني لا يساوي السعر التوازني. فهذا السعر الآن، بس بدي أغير شكل القلم إلى خلينا أختار هنا اللي هو تكست بوك أو تكست عفوا. فهذا إذا كان 22 على سبيل المثال، لاحظوا لي أنه بتكون الكمية المطلوبة هاي الآن 22 السعر أعلى على سبيل المثال، يعني هنا 22 كان السعر، فلاحظوا لي الآن بتكون الكمية المطلوبة 37، انخفضت من 50. أوكي عفوا، هنا الآن لاحظوا لي هاي الكمية، هنا الآن بكون بالحالة هاي بكون بالحالة هاي الكمية 37 37 هنا، لكن الكمية المطلوبة المعروضة عفوا هنا بتكون بتكون بالحالة هاي عندنا 68 مضبوط، 68 هنا ومنزل، فبتكون عندي 68 هنا. ليش ما بعرف مش راضي يشتغل هذا؟ أيوه الآن 68، مش المهم إنه بيطلع عندي 68 هنا عند هذه النقطة هنا 68. بدي أضع سهم وأكتبه هنا 68، هو اعتقادي أنه الآن بصلحها بطريقة الخاصة. فلا مش جوجل، هاي 68 هنا. فبكون الفرقية بين 50 إلى 68 18 وحدة، هذول أكسس سبلاي اللي هو عرض أكثر مما مطلوب، والفرق بيناتهم 13 وحدة بكون يعني نقص بمعنى آخر أنه انخفض الطلب من 50 إلى كميات المطلوبة من 50 إلى 37. إن شاء الله في مقطع لاحق سأقدم بإذن الله تحليل أكثر، لكن هاي بكل بساطة أرجو أنكم الآن تدققوا في الرسمة البيانية هذه، وتحاولوا أنه تفهموا بالضبط كيف تفاعلت قوى الطلب والعرض، وإن شاء الله إلى